الله عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة إن شاء الله، تحديث الثورة اليومية للبيتكوين والعملات الرقمية عموما. الحمد لله، يعني نعتقد والله أعلم أن التصحيح الذي حدث للبيتكوين قد أنهى موجته، الموجة الرابعة ABC. دليلنا أننا نرى قوة المومنتوم لا على الديلي ولا على فريمات الصغيرة، على هاته الفريمات يبدو الأمور جيدة، خصوصا من ناحية المومنتوم، وخصوصا أن هذه منطقة التجميع، يعني التي يعني ويك أوف جديد تجميعي يعني في هذه المنطقة، وسيلينج كليماكس، وكل شيء يدل على أننا بدأنا في مرحلة تجميع جديدة من أجل مواصلة الصعود. المومنتوم يعود إلى الإيجابية عندنا كونفيرميشن على الـ4 ساعات، ممتازة جدا. يعني كونفيرميشن أراها من أجمل ما يكون، يعني دبليو باترن، إعادة كسر وإعادة اختبار وصعود، هذا من أجمل النماذج، مع دبليو باترن على الأو بي في والماكدي وعلى الماكدي وعلى الريساي والويلي وكل شيء، المؤشرات يعني، فهذا من أجمل ما يمكن أن تراه على الشارت من ناحية البوليشنس. يعني أنت كمتداول إذا رأيت هذه الأمور يعني تدخل مغمض العينين، صفقة لونج يعني شراء للبيتكوين، وتستهدف مناطق عليا على الأقل، واحد ريسك ريورد 1-2 أو 1-3 من هذه الأسعار. هذا شيء ممتاز، نتمنى الله من الله التوفيق، الأمور يعني طيبة. الآن أمس حدث الإغلاق الأسبوعي، ولا أخفيكم أنه كان سلبيا، يعني كي نقول ما هو موجود وما هو غير موجود. أول شيء سوف نحدث ونشرح ماذا نقصد بأنه الإغلاق سلبي، وماذا قلت لكم أنني كنت أريد انتظار في هذه الشائعة مع الويكلي أن نعود، ليكون هذا تأكيد على أننا فيك أوت، وبالتالي سوف نعود إلى هذا المكان. لكن على الراجح بعد ما حصل يعني في هذه الشمعة، احتمال أن نبقى هنا كثيرا للتجميع، وربما يمتد الأمر إلى عدة أسابيع تجميع في هذه المنطقة، عوض أن نكسر هذه المنطقة ونعود إلى منطقتنا السابقة. الراجح أن الحيتان الكبار أرادوا أن يجمعوا من هذا المكان، أو ربما يريدوا أن يدخلون في بير ماركت، الله أعلم به، يعني رغم أن المؤشرات لا تقول لهذا، لكن لا نستبعد أي شيء، يجب أن نأخذ كل الفرضيات وكل الاحتمالات نضعها على الطاولة. الآن سوف أعطيكم المؤشرات لكي تعلموا. سوف نأخذ الإيشيموكو. الإيشيموكو على الويكلي تشاهدون معي أنه تم الإغلاق الشمعة الأسبوعية على الكيجون، هذا سلبي، لكن لا يمكن القياس عليه هو لوحده، ويجب دائما انتظار الشمعة التي تليها والتي تليها في غالب الأحيان، وخصوصا التي تليها. التي تلتها أعطتنا confirmation bearish، بمعنى أنها تقريبا أعادت اختبار الأكيجون ثم نزلت، مع العلم أنه أيضا هناك EMA daily moving average، هي هذه الحمراء على الديلي، أيضا لم نستطع تجاوزها، كانت هي أيضا ردة السعر، وهذا أيضا bearish. يعني يجب أن نتجاوز هذه المنطقة EMA 200، سواء الموفين افريج سيمبل أو هذه الـ EMA اكسبوننشال، يعني موفين افريج. سوف نأخذ الـ200 لكي نكون معكم بنفس الكلام. ديلي موفين افريج، ونعطيه لون مثلا أحمر بهذا الشكل. كما تشاهدون يعني أنه الإغلاق أسفلها لا يبقى سلبيا، يعني هذا غير جيد. بالنسبة للإغلاق على الإيشيموكو ويكلي، بمعنى خلف لاكيجون، المستهدف بعد كسر لاكيجون ولا تنكان هو القيمة، يعني المستهدف على العموم، يعني في إيشيموكو ما يسد على إيشيموكو هو أن نذهب إلى هذا المكان. أكيد سيأتي من يقول أننا الـ EMA 50 أوقفت المد النازل على الويكلي، هذا شيء طيب، هذا يعني نحن على مناطق دعم، هذا شيء إيجابي،
وبالتالي في هذا المكان الذي فعله الحيتان هو أنهم وضعونا بين قوسين في منطقة لا وضوح، بمعنى عندنا إشارات متذبذبة ومتناقضة إن صح التعبير، إشارة بوليش وإشارة بيريش. الإشارات البيريش التي تشاهدونها حاليا موجودة هنا، يعني التي ذكرناها آنفا خصوصا لكيجون والإي إم إي 200، وهي يعني لون تيرم بالنسبة للبيتكوين، كانت دائما تحمل السعر، يعني على ديلي يجب أن تحمل السعر. لو أخذت المؤشر لونج تيرم سوف ترى أنه كانت دائما تمثل منطقة دعم. ستقول لي أنه كسرنا في هذا الإكس الذي كان يعني في القاع الحقيقي للبيتكوين، أقول لك نعم، وتم كسرها أيضا في الكورونا، وهو ما حدث الآن أيضا. يعني لو أخذت يعني على الديلي، عفوا هنا على الديلي، تم كسرها هنا وتم كسرها الآن هنا، يعني وتم كسرها أيضا في دم كورونا وفي القاع. هذه المناطق كلها كانت بيريش، والسنتيمنت الذي وصلوا إليه حاليا هو أننا وصلنا كما شرحنا في الفير جريد اندكس، وصلوا إلى قاع كورونا، يعني نحن الآن في نفس مستويات قاع كورونا بنفس الدم بنفس السيلوف أو أكثر، يعني أكثر من السيلوف الذي حدث في مارس. الآن أعطيتكم بعض الأشياء السلبية، يعني بمعنى أنه كسر لا كينجون وكسر لا تنكان على الويكلي وغيرها، المستهدف قلنا هو أنه سيكون إعادة اختبار للغيمة، يعني احتمال وارد يعني أن نعود اختبار سواء في هذه المنطقة أو هذه المنطقة، كل هذا يبقى واردا ولا يمكن يعني الجزم به. الذي أردت أن أعطيكم كإشارة إيجابية وهي المنثلي. المنثلي إشارة قوية جدا على أننا بوليش. ستقول لي كيف بوليش؟ وسوف أريك الآن إن شاء الله. سوف نمسح هذه الأشياء التي رسمناها وأوضح لك. تشاهد معي أنه الإغلاق الشهري، لاحظ معي، الإغلاق الشهري أغلق أعلى من لاكيجون، إن أغلق اليوم، يعني الذي ينتهي اليوم، يجب أن نغلق أعلى لاكيجون. وإغلاق أعلى لاكيجون إشارة إيجابية، لماذا؟ لأنه من خلال التاريخ، يعني الكيجون حينما نكسرها نذهب إلى الغيمة، والغيمة يعني نتحدث عن مناطق ليست بالسهلة، يعني والمناطق كبيرة وكبيرة جدا. وإذا لاحظت معي عبر التاريخ أنه حينما نكسر لاكيجون، إغلاق الشمعة التي تليها تؤكد الكونفيرميشن، فنحن نذهب سواء صعودا أو نزولا. هنا تم الكسر، إعادة اختبار نزول، تم النزول، كسر، إعادة صعود، صعود، وهكذا. يعني الكسر هنا كذلك كان بيريش، نزول هنا، لم نكسر، كسرنا هنا بوليش، وبالتالي حاليا لازلنا بين قوسين في نفس ترند البوليش إذا لم يكسر. ودائما قلنا سابقا وشرحناه مرارا وتكرارا، قلنا أنه دائما نأخذ التايم فريم الأكبر قوة من التايم فريم الذي أسفل منه، يعني الشهري أقوى من الويكلي، والويكلي أقوى من الديلي، وهكذا. إذا أنت في تحليلك الكبير ترى الأشياء الأكبر، يعني والسنوي أقوى من المانثلي والشهري وغير ذلك، يعني كل هذا يأتي بالتفصيل. إذا هنا عندنا الإشارة البوليش، هناك أيضا إشارة بوليش أخرى، ألا وهي الترند لاين. على كنت وضعته هنا، لا ما تقيل. ليس على هذا الشرط، ربما الآخر. أوكي، هنا الآن سوف أزيل كل هذه الأشياء لترى معي هذا الشرط. هذا الشرط عبارة عن
لوب لسعر البيتكوين. هذا الترند عبارة عن دعم حاليا تاريخي، وأكد الارتداد منه مباشرة. هذا شيء إيجابي أيضا يجب أخذه في الحسبان، أي أنه عندك ترند لونج تيرم، بمعنى أنه الآن ارتددنا من منطقة جيدة، بالإضافة للمؤشرات التي شرحناها قبل قليل حول عودة المومنتوم في هذه الأسعار. كذلك الفير اند جريد اندكس، هذا دليل قوة على أنه السوق دائما يمشي عكس مراد الناس، يعني وبالتالي إذا كان الناس بريش فهو يذهب بوليش، وإذا كان الناس بوليش هو يذهب بريش، وإلى غير ذلك من الأمور. الحمد لله أن الأمور تمت بالنسبة لأصحاب اللونج والشورت، تمت ليكويديشن لأكبر عدد ممكن، وبالتالي لم يعد هؤلاء يحركون السوق. حاليا أصبح الماركت موجود فيه فقط السبوت، سبوت أي الناس التي تشتري البيتكوين، إما الهولدر شورت تيرم أو لونج تيرم، وهي التي تحرك الآن أسعار البيتكوين، إما من السيل أوف الموجود لهؤلاء الحيتان. وقرأت آخر تقرير لجلاس نود يتحدث أيضا عن هذا السيل أوف الذي حدث، وعن مرحلة التجميع التي نحن فيها الآن. هناك حيتان تجمع ولا تبيع، وهناك حيتان شورت تيرم التي باعت أكيد من خلال الضغط على السوق. باختصار شديد أنه المتناقضة جمعت، إذا واصلنا على هذا الدعم وحافظنا عليه خلال الأسابيع المقبلة ممكن أن نشهد صعود جيد، خصوصا إن أغلقنا فوق هذه المستويات 40 أو 44، فاعلم أن الأمور طيبة بإذن الله تعالى. لكن سوف نرى أن الارتداد كما قلنا في هذه المناطق هي فرصة للخروج أو التخفيف من الضغط البيعي الذي حصل، بمعنى أن تخفف من كمياتك من أجل أن تراقب الشارت بعد ذلك، هل تخرج كل شيء أم لا، أم تبقي أو يعني تتعامل مع السوق بمرونة لكي لا نذهب في بير ماركت، وهذا الذي أخشاه. يعني كل المؤشرات رغم أنني لا أراها على الأونشين أناليسيس ولا على الشيء، ولكن على التحليل الفني الكلاسيكي كسرنا مستويات مهمة وبقي فقط هذا السبورت. يعني تخيل لو أنه بدأنا نضغط نضغط و أوب، فهذا قد يكون عنيفا، يعني عنيفا على السوق، عنيفا على خصوصا على الناس الضعفاء التي لن تتحمل نزول مثل هذا، وقد نذهب إلى عدة أشهر، وهذا ما لا نريده إن شاء الله. بالنسبة لوضع السوق كيف أراه، يعني كيف أرى وضع البيتكوين حاليا، أراه مثل ما حدث في 2013. يعني بالنسبة للبيتكوين، يعني أرى أن الحركة تشبه ما حدث هنا في 2013، هذه الحركة التي ترونها على هذا المستوى، أي أنه يعني لا تنتظر يعني بالدرجة الأولى أن ترى ارتدادا سريعا. يعني فهذا السيل أوف الذي حدث بنفس السيناريو، هذا السيل أوف الذي كان يعني في أسبوعين أو ثلاث، ثم تلاه ارتداد، ثم إعادة سيلف لكابيتوليشن لآخر ناس، ثم وصل الصعود إلى المرحلة الكبيرة جدا. وهو أنا أستبعد هذه الحركة بهذا الشكل، لأن أعتقد أنه ربما سوف نعمل، لأن يعني الآن كما قلنا هناك فاعلين كبار لا ندري ماذا يفعلون. على العموم التريدر ريتيلر والبروفيشنال غالبا في ما يونيو يخرجون عطلة، فهذا يعني يجب أن تأخذوه بالحسبان، وبالتالي أمور كثيرة قد تغير السوق يعني حاليا. يعني يجب أن نحافظ على يعني احتياطاتنا الخاصة ونراقب السوق يعني واحدة واحدة. لا تتعجل، لا تبع في وقت الشراء، هذا أقل ما أقوله وأعيد تكراره مرارا وتكرارا وتكرر عفوا. قلت أننا لا نبيع وقت الشراء، هذه ليست مناطق بيع على الإطلاق. وقت الخوف هو وقت الشراء وليس وقت البيع. إذا لم تبيع في هذه المناطق بعد الإشارات التي كانت واضحة على الشارت، فلا يمكنك أن تأتي إلى هذا الوضع، إلى هذا المكان وتبيع، فهذا يعتبر انتحارا.
قلنا أنه في أكفس الحالات وأسوأها أن تنتظر ارتدادا وتخرج آنذاك بكميتك على الأقل في مناطق يعود فيها نوع من الأمل. أما أن تبيع في وقت قمة الخوف فهذا جنون، فهذا جنون. لذا وضع السوق لازال متذبذبا واحذر منه، يعني ممكن أن يمتد تذبذبه في هذه الأماكن، يعني ونبقى ضمن هذا الرينج الذي عمله حاليا، أو نبدأ في الضغط على هذه الأسعار، أو نعود بسرعة إلى الرينج السابق. يعني العودة إلى الرينج السابق يعني سيكون طيبا بإذن الله، ويخفف الضغط على الجميع، خصوصا يعني الناس الذين عانوا من هذه الحركات العنيفة. سبق وشرحنا على الجولد، قلنا أنه كان أعطى إشارة شراء عفوا، والاتجاه العام لازال يعني يتجه نحو 2300 تقريبا، يعني كمستهدف للجولد. يعني حاليا هل ندخل فيه؟ لا، لم أقول أنه الدخول كان في هذا المكان ليس الآن، أما الآن يجب أن تراقب فقط. يعني فإن لم تدخله، يعني ولمن يسأل عن شراء الذهب قلت أنه دائما موجود على باينانس، موجود هناك باكس جي، يعني عبارة عن سهم عملة يعني أدوسي للذهب، يعني مرتبط بالذهب، ليس أقول مثل الذهب الحقيقي، لكن يبقى أنه عملة رقمية مرتبطة سعريا بالذهب، يعني يمكن شراؤها من أجل إذا أردت التخفيف. بالنسبة للوضع على العملات الرقمية الأخرى كذلك نرى بعض الإشارات الإيجابية، كذلك مثلا على الـ XRP كذلك، كما تشاهدون معي عندي كسر لهذا المثلث، هذا بشيء طيب مع مومنتوم إيجابي جدا وأمور طيبة يعني بفضل الله تعالى كما ترون. كذلك حتى على البيتكوين نفس السيناريو، يعني كسر بقوة، كذلك مومنتوم جد إيجابي. فهذا بالنسبة إلي أمور طيبة جدا الحمد لله، يعني مما يؤشر على أن السوق بدأ في التعافي بشكل جيد، يعني وهذا واضح على المومنتوم لجل العملات الكبيرة، يعني بدأت في التعافي، خصوصا الريبل وضعها جيد، والبي ان بي كذلك. البي ان بي سبق ورأيت على ما أعتقد، نعم البي ان بي كذلك وضعها طيب مقارنة مع هذه العملات. أذكر من بالضبط. على العموم وضع السوق في الألت العام، الإطار العام لم يتغير، عفوا أوتو، أنه الآن نزلنا في هذا الترند، يعني بدأ في الارتداد والعودة إلى اللو زون. اللو زون كما شرحنا دائما هو منطقة بيع، لذا وجب الحذر. يعني هذه المنطقة قلنا دائما اللو زون شورت هي منطقة للبيع، لبيع العملات أو بيع أي أكتيف موجود، يعني فعموما الذين يبيعون سيكون المستهدف هذا. لكن كما تشاهدون أن المومنتوم لازال إيجابي على العملات، دليل صعود مقارنة مع البيتكوين. كذلك التوتال تو العام بين قوسين دبليو باترن، بين قوسين في طور التشكيل، المومنتوم في دبليو باترن موجود طبيعة الحال، لم نات كونفيرمد يت، يعني لم يتم تأكيده بعد، لكن في طور التشكيل، يعني دبليو باترن على جميع المؤشرات، وهذا شيء طيب. بالنسبة لوضع السوق عموما الكريبتو بما فيها البيتكوين كذلك نفس الشرط، يعني الدبليو باترن في طور التشكل، كل شيء إيجابي لحد الساعة. إذا أخذت إيشيموكو فالوضع سيء كما تشاهد على الديلي، قلنا أنه سيء، كذلك على الويكلي كسر لهذا المستوى. الآن هذه الشمعة تحاول الإغلاق، هذا شيء جيد إن أغلقنا على هذا الشكل. الألت توتال ماركت كاب كذلك بالنسبة للألت مقارنة مع السوق هي ممتازة على اللاكيجون، إغلاق فوق اللاكيجون وإعادة على الويكلي، هذا شيء طيب. لهذا قلت أن الإشارات الإيجابية عادت إلى السوق مع بعض الإشارات السلبية التي تدعوك للقلق، وأنت كإنسان متداول أو مستثمر
يجب أن تأخذ كل هذه المؤشرات بعين الاعتبار، يعني لا يجب أن تقول أنا أريد صعود إذا لا أنفي الجانب الآخر، يعني هناك مستهدفات، يعني حتى الموجة التصحيحية اي بي سي إذا كانت لا ليست زيجزاج بين قوسين في موجات إليوت، فربما نذهب إلى الموجات الأخرى يعني إكس إيغريك، وممكن نصل إلى مستهدفات أدنى من هذا في التصحيح. وبالتالي يعني يجب أن نأخذ كل الأقوال الموجودة على الساحة على محمل الجد، ونأخذ احتياطاتنا. نحن نراقب والأمور، يعني أنا يعني أحاول أن أجدد لكم المعلومات بشكل يومي وشكل دوري. الأمر لا زال لا يدعوني للقلق بشدة، لأن ما أتصوره هو عودة للألت والعملات إلى المستويات التي ذكرنا آنفاً، ومنه آنذاك ممكن أن نقرر هل نخفف الكميات أم نواصل إذا وصل، يعني بدون إشارات بيعية. يعني هذا هو باختصار مختصر الكلام. إذا أتوقف في هذا الحد يعني إن شاء الله على القناة العامة، ونواصل مع إخواننا في الدورة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولا تنسى الاشتراك في القناة إن أعجبك هذا المحتوى طبعا، وزر لايك وديسلايك وأي تعليق يعني يحفز أو يحاول تدمير القناة، يعني رغم التعليق السيء الذي وصلني، الحمد لله يعني سنواصل في دعمكم إن شاء الله ومساعدتكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.